السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا من صحيفة طريق الشعب ومقال للكاتب حميد المسعودي بعنوان نفقات الدراسة ترهق الأسر. ذكر فيه الكاتب ونحن في اعتاب العام الدراسي الجديد لا يخفى على الجميع حجم التكاليف المالية المرهقة التي تقع على كاهل الأسرة العراقية، وهي توفر لأطفالها متطلبات الدراسة ومستلزماتها من ملابس وقرطاسية بعد أن كانت في السابق توزع مجانا على التلاميذ. هذه الأمور ترهق الأسر كثيرا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، ولا سيما الأسر التي تعيش على الدخل المحدود والأجور اليومية. يقف الكثيرون من المواطنين اليوم عاجزين عن توفير هذه المستلزمات لأبنائهم بسبب جشع بعض التجار الذين يعتبرون بداية الموسم الدراسي فرصة للتربح، فيعمدون إلى رفع أسعار المستلزمات الدراسية. لذلك نعتقد أنه من الضروري في مثل هذه الحالة أن تشرع الحكومة بتوزيع القرطاسية مجاناً أو بأسعار مدعومة على المدارس الحكومية، خاصة أن لدينا تجارب سابقة في هذا الأمر وقت كانت المدارس توزع كل هذه المستلزمات على تلاميذها، وحتى الملابس الكسوة المدرسية كانت توزعها أحياناً على أبناء العائلات الفقيرة والمتعففة، ناهيك عن الحليب الذي كان يوزع على جميع الطلبة والتلاميذ. من صحيفة كتابات مشاهدينا نقرأ مقالاً بعنوان لا قيمة لانتخابات من دون ناخبين للكاتب وليد قاصد الزيدي. ذكر فيه توجد مؤشرات توحي بأن نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل سوف تنحسر إلى نحو نسبة النصف تقريبا مقارنة بنسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب عام 2021، وذلك وفقا لبعض المعطيات. وفي البدء لابد من الأخذ بالحسبان ما نشرته تقارير دولية معتمدة، هذا فضلا عن تصريح واضح لرئيس أحد أبرز الائتلافات المشاركة في انتخابات مجلس النواب عام 2021 في أثناء لقاء تلفازي ذكر فيه أن نسبة المشاركة في تلك الانتخابات لم تتجاوز 20%. ويمثل مصوتو الأحزاب التي لن تشارك في الانتخابات ما نسبته 38% تقريباً من مجموع الأصوات الكلي للأحزاب المشاركة في الانتخابات الأخيرة، أي في عام 2021. إن تشريع قانون انتخابات بنفس نظام التمثيل النسبي الذي يقترن بصيغة توزيع المقاعد سيئة الصيت سانت ليغو بنسبة عالية 1.7 ولدى إحباطا لدى الجماهير التي امتعضت من نصوص قانون الانتخابات، فأعلنت نسبة كبيرة منها عن نيتها عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة. تضمن قانون الانتخابات في المادة رابعا على أن يمتلك الناخب بطاقة محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع، وأقل من 30% ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية، في حين أن عدداً كبيراً منهم لن يسمح له بالمشاركة. لعل استمرار تنامي الفساد والسرقات وتدني الخدمات بشكل مضطرد دفع بالجمهور إلى اليأس من تحقيق أي إصلاحات مستقبلية، وهو ما سيشكل عاملاً مهماً في انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات. وهكذا ومن خلال المعطيات والإحصائيات أعلاه يتبين لنا أن نسبة المشاركة المتوقعة لن تزيد عن 10% مما سيفقد الانتخابات الشرعية. إلى صحيفة الاندبندنت ومقال بعنوان لهدى رؤوف طبعا بعنوان هل يستجد الغرب تعاون إيران نوويا؟ إذ تساءلت الكاتبة هل تتلعب إيران بالغرب أم يتلعب الغرب بملفها النووي؟
هذا التساؤل يثار مع تكرار نمط التعامل بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على النحو الذي بات معروفا سلفا مساره، مثلما يطرح تكرار هذا النمط التساؤل عن جدية الغرب في التعامل مع الملف النووي الإيراني والانتشار النووي في الشرق الأوسط، وماذا على دول المنطقة أن تتخذ من تدابير إذا اعترف الغرب بالوضع النووي لإيران. وهنا تضيف الكاتبة أن سبب تلك التساؤلات هو بيان الدول الغربية في شأن دعوة إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك لتلك الدول أن إيران تصر على عدم التعاون مع الوكالة، وأنه لم يتحقق أي تقدم في قضايا الضمانات العالقة وأنشطة التحقق منذ آخر اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، وذلك في شهر حزيران من هذا العام. هدد البيان إيران بأنه ما لم تبدي التزاماً فسيكون على مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية أن يستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاسبتها. والمثير للدهشة أن هذا البيان يتناقض مع أجواء الصفقة التي عقدت بين إيران وواشنطن، وبناء عليها أفرجت واشنطن عن 6 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة، وهذا جميعه مؤشر على أن الصفقة التي عقدت مع واشنطن وعلى أثرها حصلت على الأموال المجمدة، وهي الصفقة التي شمل ملفات أخرى منها سوريا والعراق، منحت إيران مزيداً من الثقة والتعنت، لأنه لم يكن لديها أي قلق من بيان مجلس محافظي الوكالة المرتقب مثل كل مرة، ومن ثم لم تحرص على تهدئة المجتمع وإظهار بعض المؤشرات لتدل على استعداد أكبر للتعاون مع المجتمع الدولي في شأن برنامجها النووي، بما يوحي بأن لديها يقيناً بأنه من غير المتوقع أن تمرر أي قرارات جديدة تدينها. نشرت وكالة بلومبرغ مقالا للمحلل الألماني أندرياس كلوث تسأل فيه عن مكانة الولايات المتحدة، مؤكدا أن تراجع الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي في السنوات الأخيرة بالتزامن مع صعود قوى أخرى في مقدمتها الصين سيكون له عواقب وخيمة على التفاعلات السياسية والسلم والحرب في العالم. وقد طرح المحلل الألماني في أثناء مقاله مجموعة تساؤلات تتعلق بتراجع الدور الأمريكي، وما إذا كانت الولايات المتحدة قد سئمت من الدفاع عن النظام العالمي القائم على القواعد والقوانين، وما إذا كان العالم يسمح بتدهور مكانة الولايات المتحدة، أم عليه أن يشجع استمرار التفوق الأمريكي. النظام العالمي المنقوص بعد الحرب العالمية الأولى فتح الباب أمام الفوضى عندما تآكلت هيمنة بريطانيا، في حين لم تكن الولايات المتحدة راغبة بعد في ممارسة دور القوة المهيمنة. ونبه إلى أن الولايات المتحدة تحركت بسرعة لإعادة الاستقرار داخل العالم الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أطلقت مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والأحلاف الدفاعية مثل حلف شمال الأطلسي ناتو، ما جعلها تقود العالم ضمن ما بات يعرف بمصطلح السلام الأمريكي المقتبس من المصطلح القديم المعروف باسم السلام الروماني، الذي يعود إلى عصر هيمنة الإمبراطورية الرومانية القديمة على العالم. وأكد أن هناك مخاوف من لحظة انتهاء دور أمريكا كقائد للعالم، معتبراً أن التراجع الأمريكي يعود إلى التمدد الإمبراطوري المفرط أو لانكماش نصيب أمريكا من الاقتصاد العالمي وغير ذلك. وتساءل الكاتب عما إذا كان العالم سيكون أفضل إذا وجدت قوة مهيمنة جديدة، معتبراً أن الصين هي الدولة الوحيدة المرشحة لتحل مكان الولايات المتحدة، نظراً إلى ضوء المتطلبات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية والنووية للدولة المهيمنة. حذر علماء بيئة من أن كوكب الأرض أصبح خارج نطاق العمل الآمن للبشر بسبب التلوث الذي يسببه الإنسان، فضلاً عن التأثيرات البشرية الأخرى.
قد ذكرت دراسة أجراها فريق دولي مكون من 29 عالماً أن التغير المناخي وإزالة الغابات وخسارة التنوع البيولوجي وكمية المواد الكيميائية الاصطناعية ومنها المواد البلاستيكية وندرة المياه العذبة وتوازن دورة النيتروجين، هذه الحدود الستة المتجاوز عليها بصورة كبيرة، وثم عاملان آخران أيضا هما زيادة حموضة المحيطات وكثافة الجزيئات الدقيقة الملوثة في الغلاف الجوي، هذان السببان أيضا قريبان من عتبات هذا الإنذار. فقد نشر صحيفة الجارديان تقريرا لمحررها لشؤون البيئة داميان كاركتون، قال فيه إن العلماء حذروا من أن أنظمة دعم الحياة على الأرض تضررت كثيرا لدرجة أن الكوكب أصبح خارج نطاق العمل الآمن للبشرية. ستة من أصل 9 حدود كوكبية قد تم كسرها بسبب التلوث الذي يسببه الإنسان وتدمير العالم الطبيعي، وحدود الكواكب هي حدود أنظمة رئيسية إذا تم تجاوزها فإن القدرة على الحفاظ على كوكب صحي معرضة لخطر الفشل. تعني الحدود المخترقة أن الأنظمة قد تم دفعها بعيداً عن الحالة الآمنة والمستقرة التي كانت موجودة منذ نهاية العصر الجليدي الأخير قبل 10,000 عام إلى بداية الثورة الصناعية. وقال العلماء في أيلول سبتمبر إن العالم كان على شفا نقاط تحول كارثية متعددة، وتلفت النماذج المناخية إلى أنه تم تجاوز الحدود الآمنة لتغير المناخ في أواخر الثمانينات بالنسبة للمياه العذبة، وأظهر مقياس جديد يشمل مياه البحيرات والأنهار وفي التربة أن هذه الحدود قد تم تجاوزها في أوائل القرن العشرين. والحدود الأخرى هي تدفق النيتروجين والفوسفور في البيئة، وتعد هذه العناصر حيوية للحياة، لكن الاستخدام المفرط للأسمدة يعني أن العديد من المياه ملوثة بشدة بهذه العناصر المغذية، ما قد يؤدي إلى تكاثر الطحالب ونشوء مناطق ميتة في المحيطات. هذه مشاهدينا وقفة قصيرة مع رسوم الكاريكاتيرية. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين.
وسط الركام الذي خلفه الزلزال في المغرب، يرسم المتطوعون مشهداً تضامنياً يومياً في سبيل دعم المتضررين وإيواء المشردين. ففي قرية إمليل بجبال توبقال لا يزال السكان يحاولون التعايش مع الدمار الذي أحدثه الزلزال يوم الجمعة الماضي، في حين تستمر محاولات المتطوعين لإيصال المساعدات لهم. ومع تدمر العديد من المنازل أو تضررها، نقل سكان القرية نقلوا إلى خيام، إذ يتولى أطباء في مستشفى عسكري قريب من القرية علاجهم، ويقدم هؤلاء الأطباء العلاج والرعاية لنحو 600 شخص يوميا. عرضت ثمرة بصل عملاقة تزن نحو 9 كيلوغرامات في معرض هاروغيت لزهور الخريف في شمال إنجلترا. عرضت هذه الثمرة التي يمتلكها جاريث جريفن تزن نحو 9 كيلوغرامات في معرض الزهور بقاعة نيوباي هولاند جاردنز بالقرب من ريبون في نورث يوركشير. وكانت ثمار ضخمة من الكرومب والبنجر شمندر وغيرها من الخضروات التي شاركت في مسابقة الخضروات العملاقة التي نظمتها جمعية الشرف الإنجليزية الوطنية في معرض الزهور، إذ فاز كريس باريش بجائزة لثمرة اليقطين القرع العملاقة التي قدمها، وقد بلغ وزنها 102 كيلوغرام. وينظم معرض هاروغيت للزهور مرتين كل عام في شهرين نيسان أبريل وأيلول سبتمبر. قبل الختام فلنتابع مع المشاهدين المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. كانت أسلحة الذكاء الاصطناعي أو ما يعرف بالروبوتات القاتلة مادة يزخر بها الخيال العلمي وأفلام هوليوود الأمريكية، لكنها اليوم أصبحت أمراً واقعاً في عالمنا، وبدأ استخدامها في الحروب ليس من زمن بعيد. فما هي أسلحة الذكاء الاصطناعي؟ وكيف غيرت أشكال وأساليب الحروب التقليدية؟ ما هو مستقبلها؟ ولماذا تحذر منها دول بينما تستثمر فيها دول أخرى؟ باختصار إليكم التفاصيل. أسلحة الذكاء الاصطناعي هي أجهزة ذاتية الحركة تستطيع تنفيذ مهمات معينة وبشكل دقيق. نتحدث هنا عن الطائرات المسيرة أو الدبابات وغيرها من الأسلحة الكثيرة التي تعمل من دون تدخل بشري. في السابق استخدم الروبوت أو الإنسان الآلي في مجالات عدة، لا سيما الصناعية منها، كروبوت يقوم بوظيفة محددة في مصنع للسيارات، لنقل تجميع قطع السيارة، بينما يركبها رجل آلي آخر. ومع سرعة التطور التكنولوجي أدخلت برامج الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة النظم العسكرية التي أصبحت تعرف بالروبوتات القاتلة. هذه مثلاً دبابة روسية من طراز يوران 9، يتم التحكم بها عن بعد وتحوي أدوات استطلاع متطورة، إضافة إلى مدفع آلي وسلاح رشاش وصواريخ موجهة. أما هذا فيعرف بالكلب القاتل، وهو عبارة عن كلب آلي يحمل بندقية هجومية أنتجته شركة أمريكية تدعى Ghost Robotics. وهذه طائرة هاربي الإسرائيلية، يمكن برمجتها للطيران إلى منطقة محددة لتدميرها باستخدام رأس حربي شديد التفجير. ويحكي فيلم سالتر روبوتس، أي مذبحة الروبوتات الصغيرة، قصة سرب من الطائرات المسيرة بحجم الطيور يمكنها البحث عن شخص معين وقتله، ولأنها صغيرة الحجم وذكية فلا يمكن تدميرها بسهولة. ومن غير المستبعد أن تتسلل هذه الطائرات من الخيال إلى الواقع كما فعلت صنوف كثيرة من أسلحة الذكاء الاصطناعي. وتعتبر الأسلحة المستقلة أو الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل الثورة الثالثة في مجال الحروب بعد البارود والأسلحة النووية، استخدمت في ليبيا عام 2020، إذ كشف تقرير للأمم المتحدة عن استخدام تركيا طائرة كارغو 2 في الحرب الليبية، ودمرت الطائرة أهدافاً حية بشكل مستقل، أي من دون تدخل بشري، مسجلة بحسب التقرير حدثاً يعتبر الأول من نوعه في العالم.
وفي العام نفسه اغتيل عالم الذرة الإيراني محسن فخري زادة بواسطة رشاش آلي أو روبوت قاتل تم التحكم فيه عن بعد من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز، مشيرة إلى أن الرشاش وضع داخل مركبة شائعة الاستخدام في إيران وتم تفخيخه بطن من المتفجرات لإتلاف الأدلة لاحقاً. بينما تكفلت سيارة مراقبة أخرى بملاحقة موكب فخري زادة وتأكدت من هويته، ثم أعطت إشارة إلى غرفة العمليات في تل أبيب لتنفيذ عملية الاغتيال. وفي حربها ضد أوكرانيا زجت روسيا بطائرة كوبلا من دون طيار، ويمكن للطائرة تفجير نفسها في الهدف كما يفعل أي انتحاري. وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية عبر صدى الأقلام من الرافدين. تقبلوا تحيتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.